نيويورك احتضنت العرض الأول للفيلم الكوميدي The Heat بحضور بطلتيه الرئيسيتين ساندرا بيلوك وميليسا ماكارثي. أما في الفيلم فهما سارة فابورشون محققة متميزة وجدية في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وشانون مولينز شرطية من بوسطن لا تتردد في التفوه بكلام بذيء. بالنسبة لفيلم كوميدي من المهم إضافة عنصر الخطر في المواقف الجدية، بذلك نقدم رجال الشرطة بشكل مضحك. هذا هو السيناريو المثالي لكوميديا جيدة، لذلك سأستمر في تقمص دور رجال الشرطة طالما توفرت كوميديا جيدة. الشابتان تكلفان بتعاقب رئيس مافيا، فتلتجئان إلى أساليب جديدة وطريفة للإيقاع به. Really good. Same page. Yeah. I said it wasn't any bad. Good, right? Okay, here we go. Let's go to the Pain Factory. It's such a fun character to play. كانت شخصية ممتعة حقا، لأنني في الواقع لست تلك الإنسانة الجريئة والشجاعة. حسنا، قد أكون جريئة بعض الشيء لفعل أو قول أي شيء يجول بخاطري. لدي أفكار عديدة، ولكن لا أقوم بمجهود كبير حتى لا أقولها. أنا أتحدث بطريقة مختلفة في الواقع. شخصيتي في الفيلم هي لفتاة تعيش في عالم النساء الوردي. في حياتي الشخصية لا أتفوه بكلام بذيء أمام ابني، ولكن يحدث لي أن أقسم مثلا، وكأننا تبادلنا شخصياتنا الحقيقية في الفيلم. فيلم The Heat يعرض في قاعات السينما الفرنسية في 10 من يوليو تموز 2013. All right, the middle car broke his fall. What is a middle car?